أصدقاء أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة طبعا جديدة ومفيدة من برنامجكم وبرنامجي المفضل، برنامج الفار. أهلا وسهلا بكم في برنامج الفار مع أحمد نادر على قناة الأهلي أونلاين تي في. النهاردة عامل لكم زي ما عودناكم حلقة جديدة وحلقة قيمة سمعكم وقام، بنتكلم فيها عن مشوار الاهلي في حسم لقب الدوري، واللي طبعا كان عنده فيه مباراه هامه جدا امام فريق الاتحاد السكندري، واللي انتهت بالتعادل السلبي 0-0 ليتاجل حسم الاهلي للقب الدوري ويحصل نادي الاتحاد السكندري على بطوله دوري ابطال الغتاتة. يعني ما كنتوا سيبينا نكت، يعني مش قادر افهم ايه الحكايه، يعني صباح الفل وبتاع، يعني ليه الاهلي بعد مباراته مع الاتحاد السكندري والتعادل وصل للنقطه رقم 72. نبص كده مع بعض اهي، 72 اهي زي ما حضراتكم شايفين بالظبط كده، ايوه خش عليا بالظبط. فالاهلي قدر يوصل لنقطه 72 وكده بقى ناقص له نقطتين عشان يحسم لقب الدوري رقم 42. نشوف مع بعض بقى كده يا جماعه شكل المباراه، وهات لي بقى مشروبك المفضل وتعالى بقى ايه نخبخ كده، وهات لي يا باشا الكوبايه الصغيره وتعالى ايه نشرب مع بعض الكوبايه واسمع مني الكلمتين. المباراه بدات، الاطفال اللي موجودين في الاستاد طبعا تبع الجهات التنظيميه عملوا الاحتفال بتاع الكابتن مؤمن زكريا، قدروا ان هم يعملوا كده وطلعوا لسانهم كده. طبعا ده احتفال الكابتن مؤمن زكريا وبنوجه له التحيه، ولاعيبي الاتحاد طبعا لبسوا تيشيرتات دعما للكابتن مؤمن زكريا في لفته جميله جدا وتعبر عن الروح الرياضيه اللي موجوده في الكره المصريه وفي الكره بشكل عام، وبنقول لكابتن مؤمن زكريا ان شاء الله تقوم بالسلامه وتبقى زي الفل وترجع احسن من الاول. النادي الاهلي بدا بتشكيل في حراسه المرمى محمد الشناوي، قدامه اثنين مدافعين او مساكين يعني رامي ربيعه وايمن اشرف، وكان موجود على اليمين محمد هاني، وعلى الشمال موجود علي معلول، اثنين في نص الملعب كان اليو ديانج وحمدي فتحي وطبعا احمد الشيخ وجونيور اجاييه، وفي الهجوم مروان محسن واليو بدجي. لاحظنا طبعا الاهلي بيحاول يضغط بكل خطوطه، بيحاول يخلص المباراه بدري، ولكن لاعبي الاتحاد طبعا كانوا واخدين بالهم من ده وواعيين لده، فكانوا بيضغطوا هم كمان بكل خطوطهم، وطبعا شفنا لعيبه ليها اسامي كبيره جدا ويعني صنفوا من المحاربين القدماء بيلعبوا في الاتحاد السكندري، زي طبعا الكابتن خالد قمر، وزي الكابتن هشام محمد، وزي الكابتن صبر رحيل، وطبعا شفنا ان هم عارفين مفاتيح الاهلي وبيحاولوا ان هم يقفلوا عليها. الشوط الاول ما كانش فيه لقطات مميزه قوي، يعني غير هي الكوره بتاعت مروان محسن لعبها بدماغه وكانت جنب العارضه، وفي كوره ثانيه اللي محمد هاني لعبها بظهره لاليو بادجي واللي شاطها، وطبعا الحارس قدر يمسكها بمنتهى السهوله، حارس مرمى الاتحاد السكندري الكابتن الزنفل. تبدا احداث الشوط الثاني والاثاره بقى تبدا، والماتش كوع هنا وبنيه هنا والمباراه شغاله، تيجي كوره للاتحاد ضربه جزاء، ضربه جزاء تيجي الكابتن احمد فتحي يجي يطلع الكوره، تيجي في دماغ لعيب الاتحاد هوبا ضربه جزاء للاتحاد، ونشوف الفار طبعا هنقول لكم بقى عليها فقره الفار وهنحللها مع بعض، ولكن اللاعب بتاع الاتحاد السكندري يتعور في وشه ويخرج من الملعب، واحمد فتحي ياخد طرد، والاهلي يكمل المباراه ب10 لاعبين. يتصدى لها كابتن احمد رفعت طبعا من الاتحاد السكندري ويدخل يلعبها على يمين محمد الشناوي، القائد يلا، لكن محمد الشناوي والله طبعا العملاق والمارد الاهلاوي الكبير ينط ويتصدى لها ويطلعها بره المرمى لكي تخرج الكره بره الملعب ولا تحسب ضربه الجزاء وتستمر المباراه 0-0. تحصل بعض التغييرات من الكابتن فايلر وينزل بعض الحلول الهجوميه زي الكابتن كهربا وزي وليد سليمان، وينزلوا الملعب ويبدا يبقى في ضغط من النادي الاهلي، ولكن ده لا يسفر عنه شيء كبير على المستوى الهجومي. تيجي هجمه طبعا للنادي الاهلي ونفاجئ باعتراض من لاعبي الاهلي، ونفاجئ ان الكابتن حمدي فتحي تعرض للدفع عند منطقه الجزاء، لعيبه الاهلي طبعا بتعترض وبتطالب بمراجعه الفار عشان تحصل على ضربه جزاء، بيروح الكابتن ابراهيم نور الدين وبيبص على الفار وبيقرر ان هي ليست ضربه جزاء، وطبعا حاجه ما بانتش في التلفزيون، الكابتن ابراهيم نور الدين طبعا كان مدي انذار للكابتن سيد علشان اعترض على كوره احمد فتحي، بعدها بيبص على الفار بيرجع يبص للكابتن سيد عبد الحفيظ بتوعد ومستني له غلطه عشان يطرده من الماتش. لاحظنا كمان من الحاجات اللي ما بانتش في المباراه ان كان في جمهور من فريق الاتحاد السكندري موجود في ماسوره الصحفيين وبيشتم الكابتن سيد عبد الحفيظ اثناء مراجعه الفار في الكوره بتاعه الاهلي، فاحنا مش عارفين هو الماتش بجمهور ولا من غير جمهور ولا يعني بنعمل ايه؟ ونبعت نجيب بقى رجاله ونحضر احنا كمان في ايه؟ وفي النهايه الكابتن ابراهيم نور الدين ما بيحسبهاش ضربه جزاء للنادي الاهلي، وطبعا المباراه بتفضل تستمر سجال ما بين هنا وهنا، ولكن بعد طرد احمد فتحي بيبدا الاتحاد السكندري ان هو يتجرأ على النادي الاهلي، وفي النهايه بتنتهي المباراه بالتعادل 0-0 لكي يتم تاجيل حسم الدوري لصالح النادي الاهلي ويوصل للنقطه 72 زي ما قلنا، ويتبقى له نقطتين علشان يوصل لحسم لقب الدوري رقم 42.
نيجي بقى لفقره الفار واللي بنراجع فيها طبعا اللقطات التحكيميه. بما اننا برنامج الفار فهنسميها الفار، يعني ممكن نسميها الفار بيلعب في عيب ما اعرفش، هنشوف هنسميها ايه، ولكن هي يعني خليها مبدئيا فقره الفار. المهم يعني ضربه الجزاء اللي اتحسبت لنادي الاتحاد السكندري، لاعب الاتحاد السكندري راح للكابتن احمد فتحي، الكوره كانت ما بينهم، الكابتن احمد فتحي بيطلع الكوره فنزل لاعب الاتحاد السكندري براسه علشان ياخد الكوره، فطبعا خبط في رجل الكابتن احمد فتحي وده ادى لاصابته في الوجه اصابه كبيره جدا. فهو في الحاله دي يعني من وجهه نظري هي ليست ضربه جزاء، لان هو اللاعب هو اللي رايح لرجل احمد فتحي، فهي تعتبر دينجرس بلاي على لاعب الاتحاد السكندري لان هو اللي بيعرض نفسه للخطر، لكن الكوره كانت تبقى على الكابتن احمد فتحي لو هو اللي رايح برجله لراس اللعيب، يعني هو اللاعب هو اللي نزل راسه لمستوى رجل احمد فتحي، فبالتالي هي مش المفروض تتحسب. وفي النهايه الحمد لله الشناوي الله يبارك له يعني راح واخدها وصباح الفل، يعني الكوره راحت الحمد لله حتى لو كانت يعني احنا كمان. نيجي بقى لضربه الجزاء اللي كانت من المفروض ان هي تحسب للنادي الاهلي، انا شايف ان هي برده مش ضربه جزاء، لان الكابتن حمدي فتحي هو كان بيجري على حدود ال 18 وبعدين وصل لقبل الخط، اتشد من دراعه بالشكل ده بالظبط. بص انا دراعه اهو وهو بتشد، بطلع بره الكاميرا بطلع لا هرجع تاني عشان ايه ما حدش يزعق لي من ورا. المهم يعني بتشد كده وهو راح رامي رجله جوه المنطقه وهو بيقع، فبالتالي بقى هو الاعاقه حصله له من قبل، يعني من قبل ما يوصل لمنطقه الجزاء، فبالتالي هي مش المفروض ان هي تحسب كضربه جزاء للنادي الاهلي. اما بالنسبه للقب البابا الحقيقي فيحصل عليه معانا الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، واللي طبعا مستواه بيزيد مباراه عن مباراه، وبدا ان هو يتحول بشكل كبير جدا انه يكون صمام الامان للنادي الاهلي والمنتخب مصر. يعني زي ما حضراتكم شايفين محمد الشناوي اكتسب ثقه شديده، اكتسب القدره والقوه بتاعه كابتن الفريق او اللاعب القائد في الملعب، قدر امبارح ان هو يتصدى لضربه جزاء مهمه جدا جدا، وقدرت ان هي تحافظ على معنويات لاعبي الفريق، لان لو دخل فينا جون كانت هتبقى مشكله، لان هي مباراه الاهلي عليه بعض الضغوط فيها لانه محتاج ان هو يحسم من خلالها لقب الدوري. فبنديها لكابتن محمد الشناوي وبنشكره جدا على الاداء المتميز، وبنقول له كمل معانا كابتن شناوي، وبندعو جميع اللاعبين للاجتهاد لكي يحصلوا على لقب البابا الحقيقي. اما بالنسبه للقب الاخر وهو لقب محترم، فعلى غير العاده بنديها للكابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت يوسف مدرب الاتحاد السكندري، وهو مدرب متميز جدا، ومن ايام ما كان بيدرب اتحاد الشرطه هو راجل خبره، وقدر ان هو يلعب بمنتهى الجراءه وبمنتهى الشجاعه قدام الاهلي في مباراه هو كان المفروض من يعني من خلالها يحسم اللقب لصالحه، ولكن هو نزل بكل جراءه ولعب الاهلي الند بالند، وقدر ان هو يخرج بنقطه ثمينه من المباراه لكي يضمن الاتحاد مركزه الخامس برصيد 37 نقطه. اما عن فقره السلك العريان فنحب نمسك السلك طبعا لمشجعين الاتحاد السكندري اللي كانوا موجودين في مقصوره الصحفيين، احنا مش عارفين هم دخلوا ازاي يا جماعه، ومش عارفين هم باي حق بيدخلوا يقعدوا في مقصوره الصحفيين، وباي حق بيشتموا مسؤول النادي الاهلي حتى لو في اعتراض على الحكم او اعتراض في المباراه، فدي زي ما بنقول كده بلغه الكره نرفزت ملعب، يعني هو طبيعي جدا ان انا بلعب مباراه حاسمه فطبيعي ان انا احتد، ممكن احتد على الحكم، ممكن يحصل خلاف وهكذا، لكن ما ينفعش ان انا اقعد في المقصوره عندنا كورونا وعندنا مشاكل وقاعدين ومش عارفين داخلين ازاي وقاعدين في مقصوره الصحفيين تشتموا الراجل، ما تتقوا الله يا جماعه، اتقوا الله. دي كانت حلقتنا طبعا من برنامج الفار، وعايزين اسال حضراتكم هل انتم شايفين ان ضربه جزاء الاتحاد السكندري وضربه الجزاء اللي كانت المفروض تتحسب للنادي الاهلي هل هي ضربه جزاء صحيحه ولا لم يكن من المفترض لها ان تحسب؟ كمان عايزين نعرف الكابتن طلعت يوسف ليه بيضايقنا، ده برضو من اسئله الحلقه، انت بتضايقنا ليه؟ يعني يا باشا ما تسيبش فرحه تخش التاكسي، يعني مش انت اللي بتعمل فينا كده؟ يعني بصراحه انا مش عارف اقول ايه غير ان دي كانت الحلقه الجديده من برنامجكم وبرنامجي المفضل برنامج